حنا كشبكه كنضامنوا مع الساكنه ديال البراهمه اقليم برشيد براهمه ثميريه اقليم برشيد في هذه المحنه ديالهم. ومن خلال التتبع ديالنا على هذا الملف لقينا مجموعه ديال مناطق الظل باش ما نقولوش اختلالات من حيث الشكل ومن حيث الاجراءات القانونيه اللي واكبت هذا الملف. وكنظن بان المسؤولين الترابيين وبان باش ما نقولش جهات اخرى لان كنظن المساله وصل مشات للمحكمه ومن خلال اطلاعي على الملف ديال هذه الاشكاليه كنلاحظ بانه كما قلت قبيله مجموعه ديال الاختلالات مفطريه وبناء عليه فانا كنطالبوا كشبكه بارجاع الحقوق الى اهلها وانصاف هذه الساكنه بتمكينهم من تعويض اولا جبر الضرر لانه تعرضوا للمستوى النفسي وعلى المستوى المادي وعلى المستوى الاجتماعي تعرضوا لعده مشاكل. ربما الاخوان وما ادرى ملف كيف الحيتيات جميع الحيتيات عندهم احكام قضائيه وعندهم مجموعه ديال الوثائق اللي تؤكد هذه المعاناه وحنا كنطالبوا الحق ديالهم في السكن على غير اللي هو من هذا الحق ديال السكن كيتفرع جميع الحقوق سواء الجيل القديم او الجيل الجديد ديال الحقوق. كنطالبوا باش اعاده الايواء ديالهم في ظروف كتحفظ الكرامه ديالهم على غرار مجموعه ديال الدواوير اللي استفدوا من البرنامج ديال اعاده الاسكان ديالهم وجبر الضرر ديالهم كما قلت المادي من سوء الصدف او من حسن الصدف هذا الاشكال كيتصادف مع 8 مارس اللي هو اليوم العالمي للمراه وهنا مجموعه ديال النساء اللي في وضعيه الهشاشه والفقر ماشي بالشهاده ديالي بشهاده مسؤولين ترابيين واحكام قضائيه اللي كتاكد بان هاد الناس في وضعيه الهشاشه وفي وضعيه الفقر. كنطالبوا الجمعيات الحقوقيه من هذا المنبر باش تكاتف معنا كشبكه ديال الساكن اللائق ومع هاد الناس ديال مع هاد الساكنه باش مش الضغط او الترافع من اجل احقاق الحق وجبر الضرر واعطاء الناس الحق ديالهم في السكن كما كيضمنوا لهم الدستور وجميع الاعراف الدوليه والحقوق الانسان سواء الجيل القديم او الجديد.